شارك وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين في الاجتماع العام العادي لغرفة التجارة والصناعة العربية الفرنسية في باريس، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التنمية الاقتصادية والتبادلات التجارية في مختلف المجالات. مراسلتنا في باريس والتفاصيل. على خطى رؤية مملكة البحرين المستقبلية تسير غرفة التجارة والصناعة، حيث شاركت في اجتماع العام العادي لغرفة التجارة والصناعة العربية الفرنسية في باريس بحضور أمينها العام سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب ممثلي الغرف العربية لدراسة سبل جديدة للتبادلات التجارية والاستثمارات. فرنسا يجب أن تعتبر الدول العربية شريك اقتصادي، وأن الغرف الدول العربية مناطق واعدة بالنسبة للاستثمار المباشر، أن تتحول فرنسا كشريك بدل من اعتبار الدول العربية سوق واعد للمنتج الفرنسي. طبعا غرفة التجارة العربية الفرنسية منصة مهمة لجذب الشركات، هناك عدة شركات فرنسية ممكن نستفيد منها. فرنسا بلد مهم، اقتصاد قوي، وأنصح كل الشركات الراغبة في التعاون أن تأتي إلى هنا وتستفيد من الخبرات والشركات الموجودة. أعتقد أن هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية في مجال الهيدروجين على سبيل المثال، في الطاقة النووية، وأيضا في مجال السياحة، وكذلك يجب على البحرين أن تقبل على الانفتاح بشكل أكبر على السياحة والبنية التحتية التي ربما يمكن دعمها من قبل مجموعات كبيرة من حيث التمويل. هناك فرص رائعة في البحرين تستحق الاكتشاف. كما اجتمع أعضاء غرفة البحرين مع ممثلي غرفة التجارة الدولية لدراسة سبل تفعيل التجارة العالمية من خلال تفعيل دور الغرفة الدولية في مملكة البحرين التي تسعى إلى دعم الشراكات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى العالمية من خلال شبكة غرف مراكز التميز وصندوق رأس المال العالمي في سياق جيوسياسي مناسب. الاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم يتكون من ثلاث نقاط: أولا، تنشيط عمل غرفة التجارة الدولية في البلاد من خلال لجنتنا الوطنية. ثانيا، ضمان مشاركة غرفة تجارة البحرين في الاتحاد العالمي لغرف التجارة، وربما تنظيم حدث إقليمي كبير مع الجمعية العامة والاتحاد العالمي لغرف التجارة بحلول عام 2026، والذي سيجمع جميع الغرف التجارية في المنطقة. لكن هذه فرصة، يعني منصة مهمة لتقوية العلاقات العربية الفرنسية. وحقيقة نحن في البحرين يعني السوق واعد، يعني نشجع الاستثمارات الأجنبية. وتعتبر العلاقات البحرينية الفرنسية في تطور مستمر لما توفره مملكة البحرين من الخدمات اللوجستية والعوامل الاقتصادية المتميزة، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين وبين صادرات البحرين، كما تعمل أكثر من 185 شركة فرنسية في مختلف القطاعات في البحرين. تساهم البحرين بشكل مباشر في تطوير التعاون العربي الفرنسي بتمثيلها للغرف العربية لدى الغرفة التجارية العربية الفرنسية، كما تقترح تصورات جديدة للعلاقات في إطار فتح الاستثمارات المباشرة، مما يساهم في بناء فعال للمستقبل. فاطمة بالعيد، تلفزيون مملكة البحرين، باريس.